السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ترموميكس كوزين ماروكان مع فاطمة. اليوم فيديو جديد مع حلقة جديدة. اليوم غتابعوا معايا غادي نحضروا جميع غلاس او شوكولا اللي كيجي ساهل. غادي نحضروا فيه 3 د العناصر اللي غادي نحتاجو وتحت طلبات بعض الاخوات اللي ما عندهمش ترموميكس كيفاش يحضروا هاد الغلاس بدون ترموميكس. هانتوما معايا وغادي تشوفوا التحضير. وبالنسبه للناس اللي عندها ترموميكس راني غادي نحط لكم كيفيه التحضير بالترموميكس في صندوق الوصف. تابعوا معايا حتى الاخر الفيديو. كما كتشوفوا المقادير هما هادو اللي كتشوفوا امامكم. يعني غادي نحتاجوا باكيه يعني علبه من موس الشوكولا اللي هي وزن 100 غرام، وغادي نحتاجوا كذلك جوج علب من كريم شانتيه اللي هي جوج علب. انا عندي هنا صغار كل وحده فيها 200 غرام يعني 400 غرام في المجموع. غادي نحتاج حبيبات من الشوكولا اللي غادي نخلطها في الخليط ديالي الكلاص، وربعه ديال الدانيت اللي هما جوج شوكولا وجوج فاني اللي غادي نخلطهم مع الخليط، وواحد الشوكولا غادي نخليه للتزيين. وغادي نحتاجو المول ديال سيليكون او اي مول اللي عندكم، غير هو تغلفوه بفيلم اليمونتير باش ما يلصقش لكم الكلاص فيه. وهانتوما معايا طريقه التحضير هاد الكلاص هذا اللي غادي نديروه جميع ان شاء الله. تابعوني. كما كتشوفوا بعد ما خلطت الخليط مزيان ديال كريم شانتي مع العلبه ديال موس وشوكولا، دابا كنضيف دانيت وشوكولا مع كراميل هذوك الثلاثه، وواحد كيبقى جانبا. غادي نخفق الجميع وانا معكم. وهذا هو الخليط اللي ديالنا كما كتشوفوه كدا كيجي على هاد الحساب هذا. ودابا غادي نضيفو دوك الحبيبات من الشوكولا، يعني تقدروا تضيفو نتوما اي حاجه اللي نتوما كتبغيو تضيفوها في لاكلاص ديالكم. هذا هو القياس، وغادي ندير تقريبا 100 غرام من حبيبات شوكولا، ومن بعد غادي نديرو في القالب يعني اللي غادي يدخل المجمد. وانتوما عندكم الاختيار ديروه في اي مول اللي عندكم، غير هو ما تنساوش ديرو الفيلم اليمونتير باش ما يلصقش ليكم، باش يجيكم ساهل تخرجوا الكلاص ديالكم اللي كيجمد. كنستمروا على هذه الطريقه هذه، وكنغطيوه مزيان بالفيلم اليمونتير وكنديروه في المجمد لمده ليله كامله او 5 ساعات الا كنتو بغيتو ديك الساعه. ليلة كاملة هذا هو الكلاص ديالنا، انا خرجته دابا من المجمد. دابا غادي نحطو في طبق التقديم وغادي نديرو التزيين اللي حنا كيما بغينا، يعني التزيين ليكم الاختيار. هانتوما غتشوفو الطريقة ديالي انا التزيين، وانتوما ديرو التزيين ديالكم اللي انتوما كترتاحو فيه واللي عندكم موجود. هانتوما معايا.
كتشوف هذا هو الكلاص ممكن تخليه كما هو. ها هو كما كتشوفوا جميل دوك الحبيبات ديال الشوكولا كيجيو معاه وكذا. دابا غادي انا نزيد داك دانيت اللي خلينا جانبا هو باش غادي نقاد زين والشوكولا اللي هانتوما كتشوفوا. هذا هو الزين ديال الكلاص ديالنا كما كتشوفوا بصحة والسلامة وغير جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. وإلى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليوا لي تعليقكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.